بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. جيت اتفرج على يوسف بلايلي، اتصدمت جدا من مستوى نبيل بن طالب الناحيه الثانيه. يعني انا جاي اتفرج على بريست عشان خاطر يوسف بلايلي حارس بالقبله، بيلعب ماتشات وماتشات ثانيه ما بيلعبهاش، بس حارس بالقبله النهارده. ويوسف بلايلي لما نزل الشوط الثاني كان افضل حاجه في بريست. الناحيه الثانيه فريق انجي، بصراحه اتصدمت لما لقيت لعيب زي سفيان بوفال بيلعب فيه، لان انا بصراحه ما كنتش اعرف سفيان بوفال بيلعب فين، بس بصراحه سفيان بوفال لعيب مميز جدا جدا جدا. سفيان بوفال حط ضربه الجزاء، سفيان بوفال كسر فرقته النهارده. بس بصراحه اللي صدمني اكتر نبيل بن طالب قدم مباراه عظيمه بجانب باتيستا، ده اللي هو كان بيلعب جنبه في نص الملعب. عمل مباراه جميله جدا جدا جدا، والفرقه معاها كره الشوط الاول بيعرف يحضر كويس، والفرقه الشوط الثاني بتدافع مدافع رخم، نص ملعب بدفاع رخم اللي هو لعيب ما تعرفش تعدي منه بسهوله، لعيب بيقطع كتير، لعيب بيلتحم بكل كوره، لعيب بسم الله ما شاء الله، يعني دينامو. صراحه انا مستغرب الراجل ده بعيد عن الصوره خالص ليه، يعني لعيب مميز زي نبيل بن طالب بعيد تماما عن الصوره في المنتخب، استغرب جدا. وبالقبله برضو قدم مباراه مميزه جدا. بالقبله اللي كنت تشوفه مع المنتخب تحس ان هو خايف والاجواء جديده عليه، انما في الفرقه بتاعته الموضوع مختلف تماما. بالقبله لما بيلعب الماتشات بيكون واحد من افضل العناصر اللي موجوده في الملعب. بلاي بالنسبه لي وبالنسبه لاي حد اتفرج على المباراه، يوسف بلايلي عمل افضل شوط ليه في بريست من ساعه ما راح بريست اساسا. يوسف بلايلي عمل شوط مميز جدا، 45 دقيقه يوسف بلايلي واحد من افضل اللعيبه اللي في الملعب بالنسبه لبريست. هتقولي ما بريست مسك الشوط الثاني بالطول وبالعرض من ساعه فرقه انجيما قررت ان هي تلعب على المرتدات، هقول لك تمام، بس يوسف بلايلي النهارده لعب اخيرا ناحيه الشمال اللي هو بيعرف يلعبها، اللي هو مميز جدا فيها. هتقولي ما بلايلي بيلعب 10 كويس، هقول لك في فرق لما بيلعب 10 في عمق الملعب وفرق لما بيروح على الخط. بلايلي من اللعيبه اللي بتعرف تروح على الخط، من اللعيبه اللي بيعرف يكلفتك ويخش بيك لجوه، من اللعيبه اللي بيعرف يلعب عرضيات. انما بلايلي كصانع العاب الموضوع بيختلف تماما بالنسبه له، لما بيلعب صانع العاب على لما بيلعب على الخط. فبلايلي النهارده لما لعب على الخط ناحيه الشمال قدم شوط مميز جدا. صحيح سفيان بوفال ضيع هدف كان بالنسبه له هيكون عالمي لو جه، حارس المرمى طلع غلط، ردها جت لسفيان بوفال، سفيان بوفال لعبها فوق المرمى كانت في اللحظات الاخيره. بس بصراحه سفيان بوفال الشوط الثاني هو محمد علي شو اللي نزل مكان ستيفاني، عملوا هجمات خطيره جدا جدا على مرمى بريست. بريست الشوط الثاني الفرقه كلها رمت بتقولها على الهجوم، والناحيه الثانيه فرقه انجي قررت انها تلعب مرتدات. كان ممكن لعيبه انجي يسجلوا في المرتدات عن طريق لعيب زي محمد علي شو وعن طريق سفيان بوفال، لان هم الاثنين كان مسموح لهم ان هم يعملوا واجبات هجوميه في 3-5-1-1 اللي كان بيلعب بيها مدرب فرقه انجي. بس بصراحه ارجع اقول لك ان حاجه كويسه لما تقعد تتفرج على مباراه في الدوري الفرنسي وتلاقي ان افضل لعيبه في الملعب هم اللعيبه العرب. من ناحيه انجي فبالنسبه لي وبالنسبه لحتى سوبر سكور نبيل بن طالب كان مان اوف ذا ماتش هو وسفيان بوفال. الناحيه الثانيه حارس بالقبله هو ويوسف بلالي قدموا مباراه عظيمه جدا جدا من ناحيه بريست، فكانت مباراه مميزه جدا. 90 دقيقه ما راحوش على الفاضي بالنسبه لي، لان انا اتفرجت على كوره جميله من جانب اللعيبه اللي انا جاي اتفرج عليهم اساسا في المباراه، لان انا كنت جاي اتابع يوسف بلايلي وجاي اتفرج على بالقبله، واتصدمت الناحيه الثانيه بمستوى نبيل بن طالب وسفيان بوفال ان هو موجود اساسا في انجي. عجبني بوفال زي ما هو بيعجبني دايما في كل مباراه بيلعب فيها، عجبني جدا نبيل بن طالب، اتصدمت بصراحه ان هو لسه بعيد قوي على فكره ان هو يرجع المنتخب تاني. عجبني بالقبله، بلايلي امتياز النهارده. هارد لك لفرقه بريست، لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو فهذا رايك ويحترم.